السلام عليكم الاخوان، في فيديو جديد. الاخوان، وصلني واحد الكادو الاخ لولا الظروف. صراحة مشيت باش بغيت نعطيه له، مشيت عند الدوق قلبت عليه في الدار في الخدمة، صراحة ما لقيتوش. مع طليت بانت ليا واحد 45 درجة ديال الحرارة. اذا من كتكون 45 درجة ديال الحرارة لولا الظروف هيكون كيطريني. اذا قلت اش غادي ندير، غادي نمشي الان للتيران 100%. مشيت عدو للدار ما لقيتوش، اذا انا نجي عدو للتيران ونشوفو. مبغيتش نفتح هاد الكادو صراحة، تنعطيه له هو نفتحو باش يبقى الكادو عندو هاديك القيمة ديالو. اذا الان انا غادي عدو للتيران، التيران خاوي. اذا لولا الظروف كاس كيتريني تبارك الله، ما كتكون درجة الحرارة 50 تنقلب على لولا الظروف. لا ما لقيتوش في الدار 100% يكون في التيران لولا الظروف. خويا سعيد، راه وصلك واحد الكادو. ها انت خويا الامانه، كيف ما وصلت انا موصلها لك. لا تقول ما خدامش معاك ولا تقول ما كندعمكش. ها انت، ها الكادو اخويا طاح في ايادي امينه. اذا خويا سعيد سلم لينا الكادو ديالك. شكرا. انا جبتي لنا الكادو اخويا. هذا اخويا الكادو ديالك اخويا سعيد. شكرا. انا اخويا سعيد تفتح الكادو باش منا نشوف شنو وصلك، وتا انا نشوف الكادو. حاجة تحياتي ليك خاي عاودو صراحة، لي ماناجر نظيف المستوى. شوف وضروري اخويا، لما كانش الماناجر لما طلعش صاحبه راه ما باش من فائدة فيه. اذا اخويا بعدا راه النعمة من عند الله هو ان عندي شي صديق واخو ماناجر بحالك صراحة. بصحة اخويا سعيد، شكرك صراحة على حد جبتي لنا الكادو. ما نساوش اننا نشكروا الاخ اللي صيفط لنا هذا الكادو. هذا ما عارفينش شنو فيه، غنفتحوه كاملين اخوت. كنتمناو تكون شي حاجه زوينه، تكون شي حاجه زوينه. وبهذه المناسبه شوف سبحان الله جات مع 100 كا. اذا بالصحه اخويا سعيد 100 كا، وبالصحه اخويا الكادو. ما تطولش علينا اخويا سعيد، راه راسنا حرقنا. شوف انا راه الكادو راه عندي من البارح وما تلاقيتكش، وراه تنقلب وكنطيق. دابا راه راسي ضرني، بغيت نعرف شنو في ذاك الكادو. مرحبا. وما ننساش اننا نشكر الناس اللي كيتبعونا واللي كيعجبهم المحتوى ديالنا. والحمد لله العائله راه غاده وكتكبر الحمد لله. فنبداو كما قلت ما نطولوش، على بركه الله. اولي هادشي راه خويا سعيد عندك متتبعين بان ليا خويا اوفياء اخويا. مكاينه الكادو واش مهليين فيك؟ الله يتم مهليين فيك. اوا سيدي بصحتك. كنت كنقول لك انا من صراحه انت دير شي حاجه من القلب، من القلب راه كتوصل القلب. سير اخويا سير اخويا سعيد، ما تبقاش انا داوي ولا تبقى حاضر. انا معاك وانا تابعك اخويا سعيد الى اخر المطاف. اسيدي نشوف الكادو شنو فيه. خلا هادي بحال البيس هادي اللي صيفط لي ديك الدري. لا بدله رياضيه تكون بحال عندي. بدله رياضيه ديال لونطري مثلا. اي 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 سوير التريكو ديال ناضي صراحه. نقلة بان لي كبير شويه ولكن ماشي مشكل. المهم انا دابا ما كنتش عارف شنو فيها، ولكن هادي عندي بحالها. راه الخوت كاملين شايفني عندي بحالها. البس تريويل بعدا كاين تاعي نشوفو. نلبسوها فوق هذا ماشي مشكل، البس نشوفو. اجيني كبير ناضي اخويا سعيد. البس البيسة. ايوا السيد راه صيفط لك كادو، خصو يشوفك بالكادو ديالو. نلبسو اخويا وكنشكروه من هذا المنبر. كنشكرو اي واحد كيدعمنا صراحة. سعر قلب اخويا سعر. لا اخويا انا احنا صراحة الفرحة صراحة. لا هو ما تكونش فيه هاد البلاكة ديال لونطريمون هذا تيجي دو فاس. صحيح شحك ناضي اخويا سعيد، تستحق اخويا سعيد كل الدعم صراحة. كنشكروا الاخ اللي صيفط لنا. شي تحركات اخويا سعيد باللبسة. يا نيمار ديالي يا بدا كريستيانو رونالدو. انت تقول لي لولا الظروف ما كاينش. تا راه خصها الدعم، شتي راه خصها الدعم، خص تعطيها الفرصة. شوف واش دخلنا سلسلة التحركات لولا الظروف كيبقى تيبان. تا واش كاينة ولا ما كايناش؟ تا والله شوف اخي سعيد، والله تا اللبسة خصها الدعم. والله تا كاينة بالله. شنو نوريهم لي ديطاي بعدا؟ وريهم اخويا، ضرب لي على لي ديطاي.
شو جاب لي على داك الشي ناضي شو لولا الدروكي ولا الفيزا تيبان كيولي شو كيولي. بلاش نديرو واحد النظرة بلاتي خليك الكاكاو ديالها ولا الظروف انا خويا شوف شوف خايف تاع شوف انا عندي بحال هاد البيسه هاد الكادو هذا غادي نعطيه لك انت بالمناسبه هذه كنبغي نشكر المناجر ديالي احسن مناجر في العالم اللي كي دائما كيدعمني فهاد اللبسه هذه اخويا بالصحه والراحه كادو ديالك هذا الله ليا جاد انا عندي بحاله ايوا بعد المناسبه اخويا سعيد حنا تشجعنا على الرياضه اخويا شوف انا نشجعك على الرياضه تريني وطيح ليا وغتولي ناضي ان شاء الله تولي الفورمه ديالك بحال قال ولاد الدور احسن فورمه في العالم ومن هاد وبهاد المناسبه الخوت راه كيما شفتوا باغيين نصبغوا هاد ديك الدار باغيين نديروا فيها باغيين نديروا فيها شي حاجه فما كرهناش الخوت صراحه بما ان الناس كيدعمونا فانا متاكد بان الناس يدعمونا حتى هنا باغيين نرسموا شي حاجه والناس راه صيفطوا لنا بزاف ديال الرسوم طروادي بغينا نديرو شي حاجه زوينه اللي اي واحد بغى يجي يقصر معانا هنا فرقه ولا شي حاجه فراه يجيو يتسمى ليا يكون واحد المنظر زوين يعطي التيران بالنسبه للتصوير يولي زوين تبان داكشي مزيان داكشي اذا هذه فكره مزيانه ان شاء الله هذه فكره اخي عبدو اللي باغي نديرها نحاولوا ان شاء الله نطبقوها على ارض الميدان نتمنوا الناس يدعمونا وان شاء الله نديرو شي حاجه زوينه واي فرقه بغات تجي هنا تزورنا فراه كيجيو فراقي وتكون هذه واحد المعلمه ديال لولا الظروف اللي جا بغا يتصور هنا فكنتمنى ان الفكره تعجبكم اذا في الاخير لولا الظروف فكره والفكره لا تموت وتحياتي لاي واحد تيدعم لولا الظروف وشكرا للمتابعين لا داخل المغرب لا خارج المغرب كنبغي نشكركم بزاف وكما كتشوفوا انا واحد الشخص اللي كندير واحد الحاجه من القلب كتوصل للقلب انا ما كنشوفش هذوك الناس اللي تحت مني دائما كنشوف انا في اللعابه الكبار فهذا ميساج دوك الناس اللي كينتقدوني او باغيين يطلعوا على ظهري فانا راه ما كنشوفش انا هذوك الصغار ميسي راه ما كيشوفش في هاري كين حيت هاري كين ما عمره ما دا شي لقب ميسي راه دا بزاف ديال الابحاث كذلك لولا الظروف تدي شي لقب عاد على هدوي معايا فتحياتي الدراري وتبارك الله عليكم احسن فان احسن عائله العائله ديال لولا الدور احسن جيش طاع